تعالى هو ايه اكتر حاجه مشهوره لابو الخير معروف بيها؟ ايه طيب قول لي. قول اي حاجه. الكوبيبه. الكوبيبه اجابه صحيحه. الف مبروك. كسب كام بقى؟ كسب فلوس. طب اجاوب انا. يا ابن اللعيبه. بتزايا لكل واحد فيهم. هيو اهلا بكم فيديو جديد ومختلف عشان النهارده هشتغل في محلات ابو الخير. ابو الخير اول فريش فود ماركت في مصر فتح فرع جديد في التجمع الخامس في سبوت مول. يلا بينا نشوف الحوار ده. الله 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 ايه ده؟ انت جاي تقع هنا؟ في انتوا مالكم انتشرتوا زي الدبان ليه كده؟ انا جاي اشتغل هنا النهارده، زملاء زملاء نفس الكار. في عربيات دوج بره؟ ده تبع الشغل صح؟ انا افتتح الاول قبل ما نشتغل. فين السياره؟ ده تبع الشغل ها؟ احنا كده شغالين. ايه الاخبار؟ استناك النهارده تنورني في افتتاح ابو الخيل للمكسرات السوريه مش هلحق اقول له كل حاجه وهو بيمشي. انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ لما اضربه على ايده اخليه هوبا. استنى يا ريس. استنى كان قايل لي المدير اسمه لواء ولا رائد ولا مساء الانوار. ايه ده يا راجل؟ ده ايه لبس الرمان والرز يا عم؟ ورق عنب اهو. لو سمحت فين المدير؟ المكان هنا اسمه نقيب. زميل ايوه هو رب في الجيش. هو فين؟ عايزه عشان اشتغل. انت مساء الانوار صباح الفل. انا اللي جاي اشتغل النهارده. قالوا لك على طول كده؟ طب ناكل لقمه. لا ولا لقمه على الجبن على طول. لا انا جاي اشتغل انا صاحب. لا ايه لا. ايه انت جاي تشتغل؟ ده بدوق طباخ السم بيدوقه. عايزين نبيع. بقول لك ايه، هنفطر المبيعات. هنشوف لو بتعملوا جنيه هنعمل النهارده مليون جنيه. افتح الخزنه ملكش دعوه. يلا حبيبي يا فنان. في ايه بقى؟ هو انت ايه وما في؟ لا تاكل تاني يا باشا. لا لا يا باشا. لا لا يا باشا مش هاكل يا باشا. لا بقى هرجعها مكانها. هرجعها مكانها امسحها بس. ايه ايه انا لحقت؟ ما لحقتش والله. السلام عليكم. السلام عليكم. الناس مشغوله عايزين نبيع عايزين فلوس. هنبيع والله. هروح اجيب زبائن من بره. هروح اجيب زبائن بره. وين عم ابو عمار السوري؟ انا جاي اشتغل معاكم النهارده. انا شغال بس والنبي عايزين ناكل لقمه قبل ما نشتغل. قلب يا باشا قلب. وديني وديني يا فنان. ولا الله الزعفران اهم حاجه. ما كترش ما كترش. اهم حاجه البروتين يا شيف. عايز اتغذى. الاسبوع ما كترش ما كترش. دلعني يا ابو الخير. ما كترش عايزين نشتغل. ما يا باشا بنشتغل. ده اوردر لواحد وطالبه جوه. اضحك عليك ليه؟ ايه ده؟ اسم ايه ده؟ ما انا هفهمك. نشتغل ونجيب له. احنا لسه ما اشتغلناش. ايوه انت ما كملتش الساعه على بعض. احنا ناكل اللقمه وهنقوم بقى ندغدغ الشغل. اكيد هنجيب العيد. هو ده الشغل بقى يا ريس. فزع ايه بالله عليك؟ قهوه. تسلم ايدك يا فن حبيبي. مظبوطه دي هي اللي انا بحبها. كريمه قوي. تسلم ايدك ابو عبيده. القهوه مره قوي. كل ما انا ما بحبش القهوه كل مره بطلبها. واخدها دي لمين؟ كان لزبون ومشي ما اكلهاش. كلتها انا. كلتها انا. هنرميها يعني؟ هنشتغل يا باشا. عنك يا باشا. عنك يا باشا عشان المدير واقف بس. حبيبي يا باشا. العصاير هنا فين؟ قسم العصاير. والنبي عايزين واحد عصير. صندوق المانجا. الاخبار مساء الانوار. انا شغال معاكم النهارده. شد ايدك شويه. كل ما حد يشوفني يقول لي شد ايدك. شد ايدك. اوديها فين؟ ده انت بتستظرف يا ابن الظريفه. لا دوقني المانجا تاني كده. املا لي دي على الاخر. املاها لي. عندهم ايه حلو؟ سلام عليكم. على طول. طب اصبر اسالك. هو شكلي معروف هنا. واحدة من رموز الست دي عشان بحبها. او هجة وانت انا هتعامل. يلا عشان نشتغل بقى. عايزين نجيب زباين او ما معاهم فلايرز كده فيها خصم ولا مش عارف. لو سمحت ممكن شوية من اللي معاكي؟ انا عايز اوزع. مساء الانوار عاملين خصم 10%. محتاجين تنور. بتسرحيني هنجيلك. امهات انا عارف جو الامهات. هنلف لفه ونرجع لك. عارف ده اسمه ايه؟ ورق عنب. امال ايه؟ يا ننشي يا ننشي يا جدع ما تحترم نفسك. بقول لك ايه؟ نبدل الشغلانات؟ يعني تاخد انت دول؟ وتديني انا ده. خد يا باشا اتفضل.
مساء الانوار مع صباح الفل، عامل ايه؟ معلش احنا جيرانكم هنا منافسين، هنقطع عليكم هنبطلها لكم. لو جاي لكم زباين بقى اقول لهم الناس دي اجمد وكده. تبدل خد يا باشا. اجرب دي على مسؤوليتك الشخصيه. ايه يا فن، ايه الاخبار؟ احنا فاتحين جنبك هنا منافسين، عاملين ايه؟ منافسين لنا. بالخير. بالله عليك بقى، يعني لو جاي ناس حد مثلا قول له الناس دي بيبيعوا احسن روحوا لهم. لو حد جاع قولي نبصلكوا فتوش، تبصلنا بيتزا. ماشي. سلام عليكم. ايه الاخبار يا باشا؟ اتفضل. الحمد لله. ابو الخير هنا عامل خاص 100%، يعني اي حاجه تخش تاكلها ببلاش، خش ما يهمكش. فنانة ايه الاخبار؟ اتفضل يا جدع، عيب ما تكسفش ايدك يا جدع، عيب. يلا خد دي اخر واحد. لا لا يا جدع عيب، ما برضو انت مصمم تكسف ايدي يا جدع عشان ارجع الصينيه. احنا المنافسين جنبكم هنا عاملين لكم عرض خصم 50%، عشان كده كده هنبطلها لكم حبيبي يا فنان. اهو بص بص، اتفضل يا باشا. احنا المنافسين هنا. منافسين؟ دي ايه بقى ده؟ والله ما اعرف، دوق وقول لي انت. خد يا باشا. يا نهار ابيض، هو بكار جاي يتغدى. نشل يا بكار. وايه الاخبار؟ يلا بينا. بس انا زعلان منك خد بالك، يعني انت تسيبنا وتاكل عند المنافسين واحنا لسه بنفتتح اول يوم. ولا يا نهار ابيض، يلا بينا. بص يا استاذ ابو الخير، عامل خصم 10% على جميع انواع المكسرات، ايه رايك تيجي تدوقي معانا؟ ايه اللي هو اللي ايه ده؟ طلعت مش فاهم حاجه. عايز يدوقني السلاش؟ انا لسه قايل لك ايه السلاش ده اموت فيه. ايه السلاش ده؟ هو برتقان بالسوري يعني سلاش؟ سلاش يعني متلج. سموزي. عايزين واحد سموزي سلاش اندر سكور. انت اسمك ايه بقى؟ انت مصري، انت متسوس ها؟ قفشتك. ده تيست؟ سامي. تيست. ابقى عدى عليك اخد واحده ببروني. عيني. حقي ليه؟ عيني ليه؟ انا حبيت المكان قوي. يا باشا انت واقف بقالك كتير قوي عنا. عادي عادي. لا لا لا، ريح انت شويه، ريح انت. مش قلت هتوزعهم؟ مساء الانوار يا باشا. بيتزا لسه مخترعينها حالا. لا حضرتك من العيله المالكه ابو الخير اصلا. انت استاذ ابو الخير من لا مؤاخذه يا باشا، لما بيتزا لكل واحد فيهم. ابو الخير عامل خصم 10%، بالله عليك تعالى دوق. نفسي في زبون قدام المدير بقى، تعالى دوق ما تشتريش، احمل فيا خدمه فخور. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. تحبوا نفطر الاول، نتغدى، نتعشى، نتست اللي انتوا عايزينه؟ باشا تابع يا باشا، دوقهم الحلوم والسلوم والكمون. دوق دوق ما يهمك، دوق ما يهمكش. واحد واحد. انت منين؟ من السعوديه. يا اخي من الرياض. الخبر جده. منين بالظبط؟ الرياض. اجدع ناس يا اخي والله. الفاكهه المفضله اللي انت بتحبها؟ تكرم عينك. ده الاناناس بتاعنا المجففينه. وبص هدوق معاك عشان ايه ما تقولش. اتفضل يا باشا على قسم العصاير يا شرابيه. والنبي اتنين سلاش للزباين بس عشان يدوق افرش حاجه، لسه جايين طازه. يا نهار ابيض، ده اللي ده بص ده عندنا التست. ايوه دوقني كده. فتوش يا باشا. ازاي هات بقى دوق بس حد الاول. اهو هدوق معاك، هدوق معاك اهو حبيبي. لا يلا بقى، يلا يا فنان حبيبي. الفتوش بتاعنا عايز منه قد ايه؟ 7 كيلو. طبعا 7 كيلو. 7 فتوش. يلا بينا على الحلو، يلا بينا على الحلو. خريج بغس رز. كل واشكر، يعني تاكل وتقول الحمد لله. انت ما تشبعوش مني قسم المكسرات. سوداني من ده. خد يا باشا، خد يا باشا لز. خد يا باشا. مش ده يا عم، ده فستق يا عم. جالك تليفون؟ هتيجي تاني يا باشا على ما نعمل لك السبع الفتوش والسبع كيلو فستق. فستق مملح. ماشي يا باشا حبيبي. يا باشا حبيب جدا. عامل ايه؟ ازيك؟ ايه في ايه بتعملوا ايه هنا ولا ايه ده هنا ولا عندك ايه؟ دوقني. مش انا مالي. مش انت؟ انا اسف بعتذر. تعالى انا ادوقك. تشرب ايه؟ تاكل ايه؟ تحلي بايه؟ تحدق، تحلي، تمزمز. ناخد تور في المكان؟ يلا يلا بينا. تعالى. والنبي يا ريس طبيبه للراجل ده عشان ضيفنا بس. بتزايا مارجريتا برجريتا للراجل. مش بتزايا. انت بتصور ايه يا ريس؟ طيب امان 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 امان. طيب يعني مش هتنزله قبلي؟ لا لا. بالله عليك نشرب حاجه؟ لا انا شبعت الصراحه. لا لا شبعت، ده احنا لسه بنسخن يا راجل. بيع اهو. شاريه هتشتري؟ اهو فين الشقه؟ اهو الشنطه بتاعته اهو. احنا معانا النهارده هنكسب الناس كلها من اللايف. عايزين نكسب. ومعانا واحد عشوائي، تعالى ابو محمد. ايه العشوائي ده اللي بيطلع كل 5 دقايق؟
ايه اكتر حاجه مشهوره لابو الخير معروف بيها؟ ايه طيب قول لي. قول اي حاجه. الكوبيبه. الكوبيبه اجابه صحيحه. الف مبروك. كسب كام بقى؟ كسب فلوس؟ طب اجاوب انا. ولا 500 جنيه كسبت مشتريات. حلوه. 500 جنيه كان كسبت مشتريات. انا مرضي. هتنصص؟ هتنصص؟ تعالى خش خش معانا. اهو الراجل ده هينص، الراجل ده هيشارك. عدد قطع السمبوسك في الطبق. سؤال صعب 10. الف مبروك. هتنصص؟ انصص يا مين هينصص تاني؟ ابو الخير اتجنن خلاص. بيوزع 500 على الناس فيعني يا فراس 500 جنيه الاستاذه هبه. وانا يا فراس انت مالك؟ انا كسبت. لا طب اسالني اسالني. مساء الخير. اسم ابويا ايه؟ ابو الخير زخوان محمد. ايوه 2000 جنيه بالله عليك يا فراس. مكسب الناس. مفيش فلوس. ما انت اللي بتكسبهم. الحاج ابراهيم 500 جنيه، الحاج ابو رديده 600 جنيه، مين يزود؟ وقابل يا اسطى زرهم عزيمه. عايز احل بس قبل ما امشي. سلام عليكم. مفيش حد. بعد اذنك يا باشا. يلا بينا نهبق من هنا. Later. كده يكون الفيديو خلص. فشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.